السلام عليكم. في المحاضرة اللي فاتت عملنا صفحة تانية سميناها ليست، وبندخل لها من خلال اللوجن، نعمل لوجن طوالي بندخل للصفحة التانية دي. طيب الصفحة دي عايزين نعدل شوية فيها بحيث انها تكون شكلها أحسن. هنا هي كل عنصر فيها عبارة عن ليست ستايل، هندخله جوه حاجة اسمها كارد. الكارد دي بتخلي لي العناصر في كونتينر براه، كل مجموعة من العناصر في كونتينر. حاليا كل عنصر بيجي في كونتينر براه، يكون واضح انه ده عنصر مختلف عن العنصر الثاني. ممكن برضه نستخدم اي حاجة عشان نجمل شكلها احسن. ناسي بس الكارد دي حاجة جاهزة وسريعة كده، بتظبط لنا الشكل، بتوضح لنا انه اي عنصر مختلف عن الثاني. زي جبال كانوا زي ملصقين كده، ما قادرين نعرف انه ده براه وده براه، لكن ناسي حاليا بقى كل عنصر قاعد في كارد وشكله بقى واضح. نيجي لموضوعنا بتاع الليلة. زمان أنا كان قلت لكم إنه السكافلد عنده مجموعة من العناصر. إحنا دايما كنا بنتعامل مع الأبار، مع البودي اللي هو أغلب شغلنا كان في البودي عشان نتعرف على الويكت سبيس ورك، لكن الليلة عايزين نيجي نتعرف على العنصر الثالث من عناصر السكافلد، واللي هو اسمه درور، اللي بيستقبل ويجت اسمها درور. الدرور ده طيب عبارة عن شنو؟ خلونا نشغل ونشوف الدرور ده هيطلع معانا عبارة عن شنو. لاحظوا الثلاثة نقاط اللي بالجنب دي، أنا متأكد إنها لقيتكم كثير في كثير من التطبيقات، لأن أغلب التطبيقات بتلقوا فيها الدرور. لما أجي أضغط هنا بيطلع معانا بالشكل ده، فهو الدرور اللي بنلاقيه في أغلب التطبيقات. طيب حاليا الدرور ده فاضي، إحنا عايزين نيجي نتعرف على الخصائص الموجودة فيه عشان نكون الدرور حقنا. عايزين أول شيء نعمل child، أو هو عندي child، والchild ده هنخليه column، لأنه الدرور حقنا ده عايزين نقسمه لأجزاء. زي ما احنا مثلا عندنا هنا في الصفحة الرئيسية بيكون عندنا الأبار والبودي، في الدور برضو الليلة عايزين نقسمه لجزئين، اللي هو الهيدر بتاع الدور هنعمل هنقسمه للجزء اللي فوق اللي هو هنسميه هيدر، والجزء اللي تحته اللي هو باقي الحاجات اللي احنا عايزينها. طيب عندنا ويجت اسمها يوزر اكونت درور هيدر، ده هيدر جاهز، مثلا تقسيمة جاهزة للدرور. بدل ما احنا نقعد نعمل برانة ونجهز وكده، عندنا ويجت جاهز اسمها يوزر اكونت درور هيدر، مختصة لنا بالجزء الفوق من الدرور أو الهيدر بتاع الدرور. عندها الخاصية الأولى اللي هي account name، وده زي بيكون مكان بتاع بروفايل. احنا عايزين نستخدم الدرور ده عشان مثلا نعمل له بروفايل. طيب الجزء الفوق ده هيكون البروفايل حق الزول، اللي هو اسمه وصورته ايميل وكده، زي ما بلاقينا مثلا في اغلب التطبيقات. هنخلي التك ال account name هيكون عبارة عن تكست هنسميه جون، والاكونت ايميل برضه هيكون عبارة عن تكست هنعمل جون برضو جون at gmail.com. نشغل نشوف حصل معانا. لاحظوا ظهر معانا هنا الدرور، وده جون اللي هو النام، وده جون الإيميل. طيب عايزين نضيف صورة برضو، صورة بتاعت جون. هنجي هنا عندنا حاجة اسمها current account picture، اللي هي ناخد فيها سيركل افاتار. عايزين الصورة تكون في شكل دائري، ممكن طبعا تكون صورة عادية، لكن احنا عايزين نعملها صورة دائرية عشان تكون شكل اجمل او مناسبة مع الدور حقنا. هنجيب الباس بتاع الصورة عادي، نفس اللي عارفينه بروفايل دوت جي بي اي جي، ونشغل نشوف حصل معانا. لاحظوا ظهرت معانا الصورة حقت الاكونت ده في شكل صورة دائرية. طبعا لو ما كنا عملنا السيركل ده برضو كان حتظهر معانا صورة عادية، احنا ممكن نغير شكلها زي ما احنا دايرين. ده بس اخترنا السيركل افاتار عشان نظبط لنا الصورة بالطريقة دي. طبعا في خصائص تانية ممكن الزول يضيف أكتر من صورة وتظهر معاه هنا بالجنب صورتين تاني صغار، في إمكانية تاني صور اللي هي الصورة فوق، أو ممكن أضيف مجموعة من الصور برضو، لكن أغلب الكاونت بيكون فيها 3 صور، الصورة الرئيسية واثنين جانبيات بالإضافة للاسم و الايميل. طيب كده احنا الاكونت درور هيدر حقنا انتهى. ممكن طبعا زول يضيف تاني حاجات او يحذف حاجات حسب الرغبه، احنا حاليا كده كفايه بالنسبه لنا. جهزنا العنصر الاول من عناصر الكولوم اللي هم دول كلهم داخلين جوا الدرور. الدرور ده احنا حاليا معتبرينه صفحه فاضيه قاعدين نبني فيه من الاول. قلنا ان التشايلد حقه عباره عن كولوم، وعملنا التشايلد الاول اللي هو اليوزر اكونت درور هيدر. تحته عايزين نعمله ليست ستايل زي اللي اتعلمناها قبل شويه او في المحاضره اللي فاتت، لكن عدلنا فيها قبل شويه. طيب اللي هو تايتل
هنعمل تكست، هنكتب مثلا setting التكست ده ذاته، او ممكن ما ندخل في رول، نعمل هنا trailing بس، وtrailing يكون icon اللي هي icons dot setting. طيب نشغل نشوف حصل معانا. لاحظوا ظهر معانا اللي هو setting اللي هو ده خيار. نعمل بعد setting نعمل divider عشان يعمل لنا خط نفرق بين عنصر والعنصر اللي بعده. لاحظوا الخط رفيع شديد، طبعا ممكن نزيد سمكه وكده. حاليا دايرين نخليه كده بالسمكه. نعمل ستايل تاني نسميها مثلا about بس. هنا نعمل dot about طيب ما في information لنا أي حاجة قريبة من الحاجة اللي احنا عايزينها حاليا. ثاني عايزين نعمل style، بعمل لها كوبي حتى الديفايدر عشان يكون بين كل واحدة والتانية في ديفايدر. دي نسميها contact us، وهنا نعمل dot phone مثلا. فكده عملنا ثلاثة عناصر اللي هو في الدرور، وعرفنا الدرور ده عبارة عن شنو، اللي هو قلنا ده الجزء اللي لما نضغط هنا من جنبه بيفتح معانا. فاحنا حاليا عملنا اليوزر اكونت دراور هيدر، طبعا في دراور هيدر عادي لكن طبعا مكوناته ما بيكون فيه المكونات دي، اللي نيجي ندخل المكونات اللي احنا عايزينها. احنا استخدمنا اليوزر اكونت دراور هيدر عشان يسهل علينا الموضوع، لان احنا اصلا عايزين نعمل زي بروفايل كده. فخدنا الصوره وخدنا الايميل والاسم، وجينا خدنا تحت بعض العناصر التانية برضو. ممكن نعمل عنصر مثلا بتاع لوكيشن حسب الحاجات الزول دايرة، وحتى ما بالضرورة نعمل ستايل، ممكن نستخدم أي حاجة تانية، بس حاليا إحنا عشان عايزين نعرف المفهوم العام. طيب هنا نكتب لوكيشن، هنا دوت لوكيشن، أو دوت في لوكيشن، لكن أحسن نعمل دوت بليس. القص فبس بكده احنا بنكون اتعرفنا على الدرور اللي هو الجزء الثالث من السكابلت. في المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتعرف على عنصر رابع من عناصر السكابلت. لحد المحاضرة الجاية ان شاء الله.